السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هنبدأ الفيديو ده بعرض سيارة أوبل جراند لاند 2021 لون نبيتي. العربية زي ما حضراتكم شايفين كده فئة التانية، معروضة في معرض سيارات عبد الله في 30 شارع أحمد عرابي المهندسين بجوار بيتك. وهندور دلوقتي العربية. زي ما حضراتكم شايفين كده دي شاشة العدادات ودي شاشة الكاسيت، وهنا طبعا التكييف طبعا تاتش، وكذلك بيظهر في الشاشة اللي قدام دي زي ما حضراتكم شايفين. وده طبعا الفتيس بتاعها هو طبعا نمطي جدا، وده مثبت السرعة بتاع العربية. ده الجزء الخاص بالكاسيت زي ما حضراتكم شايفين كده. انا لو عايز اظبط اعدادات الشاشة والصوت، بندوس هنا هتظهر بالشكل ده. طبعا هي سقف بانوراما فقط، طبعا الازاز ثابت. طبعا العربية بتنزل بازاز فوميه. وهنا ده تكييف خلفي، وادي شكل التابلو الامامي، وادي شكل السقف الازاز البانوراما بعد فتحه بالكامل، وادي ظهر العربية زي ما حضراتكم شايفين كده بالشكل الانسيابي الكواليس. ادي العلامة بتاعتها